بالتوازي. اليوم مدخل السياسة الصناعية اللي هي وجه آخر لسياسة التجارة الخارجية سياستين، إما سياسة إحلال بدائل المستوردات أو سياسة التصدير، وبالمقابل ممكن الدمج بين الاثنين بسوريا أو بمنهجية عمل وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الأخرى وبرعاية اللجنة الاقتصادية. كان التوجه لاعتماد السياستين بشكل مدمج واستنباط الوسائل أو الأدوات اللازمة للمعالجة لسياستين لا يعتبر. طب برأيك هل أتت أكلها؟ هل وصلنا إلى نتائج أكيد اليوم بهذا اليوم الإطار؟ اليوم لما هل انعكس فعلا على المواطن وفق الاستطلاعات والرؤى اللي شفتوها؟ اليوم بالنسبة لنا لما بدي أطلع أنا كوزارة اقتصاد على الميزان التجاري بدي أشوف شو الحالة اللي وصلت لها. اليوم أرقام الميزان التجاري تظهر تحسن بنسبة تغطية المستورد الصادرات للمستوردات، وهو تحسن جيد قياسا بالسنة الفائتة وبالسنوات السابقة على مستوى تخفيض المستوردات وزيادة حجم الصادرات، فبالتالي هذا اتجاه سليم. ولكن الحالة العامة الاقتصادية سواء داخليا أو خارجيا فينا نسميها هي حالة مخاض. فبالتالي اليوم نحن على مستوى الأزمات والحروب اللي عم تصير حوالينا هذا الشيء متأثر في سوريا اللي هي عم تعاني من سنوات طويلة من حرب، فهذا الموضوع أكيد ما رح نلمسه بشكل مباشر. الحلول الاقتصادية أو المعالجات الاقتصادية هي مديدة مع الزمن، ما هي آنية بنفس اللحظة. هذا الشيء اللي لازم نكون نحن فيه. اليوم حالة الإنتاج لما بتقول والله أنا مشجع الإنتاج، الإنتاج أنت ما بتاخد ثماره بسنة لأنه يعني استيراد خطوط الإنتاج، أو تقول والله أنا بإقامة معمل فأنت بحاجة سنة تأسيس على أقل ما يمكن، فبالتالي لحتى تنطلق. فهي الأمور كلها بحاجة فترة زمنية لحتى تظهر آثارها.